من المتابعة والرأي والتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني من رام الله. دكتور مراد تحياتي لحضرتك، مساء الخير. مساء الخير، تحياتي. دكتور مراد، يعني في البداية كيف تنظر إلى هذا القرار، يعني تعليق حضرتك عليه، إلى أي مدى تعولون عليه في إنهاء الأزمة الحالية ولو جزئيا، وكيف ترصد ردات الفعل المختلفة على هذا القرار سواء من ترحيب أو حتى فيما يتعلق من تعليقات أمريكية وإسرائيلية بالأساس؟ يعني شكل هذا القرار اليوم انتصار كبير للشعب الفلسطيني للعدالة الدولية. اليوم لأول مرة في تاريخ هذا الصراع العربي الإسرائيلي تكون دولة الاحتلال في قفص الاتهام، ومدانة بهذا من خلال هذا القرار اليوم شكل انتصارا كبيرا لحق الشعب الفلسطيني، وأيضا اليوم شكل حالة إجماع من خلال إجماع كافة هيئة القضاء في محكمة العدل الدولية بقبول هذه القضية، وبالإضافة لأن هناك سبب معقول يتعلق بأن دولة الاحتلال ارتكبت الإبادة الجمعية بحق الشعب الفلسطيني. لذلك رغم يعني الموافقة على كل هذه الإجراءات التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا من خلال يعني إجراءاتها في الشكوى، إلا أن كنا نأمل بأن يكون هناك إجراء وقرار صريح وواضح يتعلق بوقف إطلاق النار. رغم ذلك هذا يعتبر لأول مرة في تاريخ هذا الصراع بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام وهي مدانة، وقبول هذه الدعوة بحد ذاتها سيدعم توجه الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، إضافة ل يعني مناصرين القضية الفلسطينية إلى مزيدا من رفع القضاء يعني الشكاوي بحق قيادة دولة الاحتلال وجنرالات دولة الاحتلال ارتكابهم يعني جرائم إبادة جماعية، وأيضا سيكون له يعني ما يقوي في مسارات التي تتعلق في محكمة الجنائيات الدولية، وأيضا فيما يتعلق بالقرار النهائي في ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية في خلال السنوات القادمة. هو موقف احترازي يعني يبنى عليه سياسيا ويبنى عليه دبلوماسيا وقانونيا. ما الذي يمكن البناء عليه، أو هل فقط يتعلق الأمر بإنهاء أزمة قطاع غزة الآن، أم يمكن التعويل عليه أيضا في مسارات القضية الفلسطينية بالكامل؟ لا، سيبنى عليه في مسارات القضية الفلسطينية بشكل كامل. اليوم هذا يعتبر سند ووثائق يعني بني عليه واتخذ قرار فيها بأن دولة الاحتلال يعني ارتكبت يعني جرائم إبادة جماعية، وأيضا عليها يعني الالتزام بهذه الإجراءات المتعلقة في النصوص ب يعني رفع تقارير خلال شهر بمنع يعني هذه الإجراءات لمنع القتل ومنع التهجير والإبادة الجماعية. لذلك العالم اليوم سيكون مراقب لدولة الاحتلال ومحكمة العدل الدولية، أكبر هيئة قضائية ومحكمة دولية في العالم ستكون يعني مراقبة لذلك. على أعتقد بأنها سيبنى على هذه القرار وسيبنى على هذه الشكوى. نعم. دكتور مراد، يعني بالنظر إلى هذا القرار و بطبيعة الحال هو يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، كيف تنظر إلى التملص الإسرائيلي إن صح التعبير من هذه الدعوة، بالنظر إلى ما أعلنته المحكمة من أنه هذه الدعوة وفقا لاتفاقية جنيف عام 1948 تقع في اختصاصها، كيف تنظر إلى التملص الإسرائيلي في هذا الإطار، وكيف تنظر أيضا إلى التقليل الأمريكي من شأن هذه الدعوة، وبالنظر إلى جرائم أخرى، هل يمكن التعويل على محاصرة إسرائيل بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أيضا أمام الجنائية الدولية في القريب؟ باعتقادي هذا اليوم القرار شكل بداية نهاية لانفلات دولة الاحتلال
من العقاب ومن يعني انفلاتها من محاسبتها كدولة ترتكب جريمة إبادة جماعية وترتكب تطهير عرقي بالشعب الفلسطيني. صحيح هذه محكمة العدل الدولية لا تمتلك الأداة التنفيذية لتنفيذ هذه القرارات وملاحقة دولة الاحتلال، لكن بالإمكان البناء عليها فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية وأيضا تعرية دولة الاحتلال وتعرية أيضا الولايات المتحدة التي تساعد دولة الاحتلال وتوفر توفر لها الغطاء السياسي والدبلوماسي في باقي المحافل الدولية، رغم هذا الحشد السياسي ورغم الضغوطات التي مارستها دولة الاحتلال والولايات المتحدة. طيب سيد مراد، اسمح لي حتى لا يدهمنا الوقت بسؤال أخير، يعني ونحن مع إتمام الأسبوع 612 يوما حتى الآن، التساؤل الذي يدور حول مدى تأثير هذا القرار أيضا على مستقبل القضية، من زاوية أنه ربما الترحيب حتى الفلسطيني بهذا القرار ربما يعني هو أقل من المأمول بطبيعة الحال في وقف إطلاق النار. هل يمكن القول أنه هناك صلة ما بين هذا القرار الصادر وبين ما يتردد من أنباء عن قرب هدنة جديدة ربما لتبادل الأسرى؟ باعتقاد اليوم هذا القرار سيشكل عامل ضاغط باتجاه قبول دولة الاحتلال ونتنياهو لهذه الصفقة وهذه الهدنة، وسيساعد المقاومة الفلسطينية والجانب الفلسطيني إلى يعني الاستناد على هذا القرار، وأيضا الوسطاء يعني المحليين أو الدوليين اللي يتعلقوا في الوصول إلى هدنة وقف إطلاق النار. لذلك هذا القرار جاء بوقته المناسب، وأيضا جاء لإحراج الدول التي يعني تدعم دولة الاحتلال وستدعم القضية الفلسطينية وتدعم مشروعية هذه القضية للوصول إلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وأضع سيكون يعني إحدى الاستنادات القانونية يعني القادة الفلسطينيين بمواصلة هذه الطريق ومواصلة هذه المسار الدبلوماسي والقضائي من أجل محاربة دولة الاحتلال على جرائمها، ليس أيضا في قطاع غزة وإنما على مدار هذا الاحتلال الذي مارس أكثر من 75 عام من جرامه وإبادته بحق الشعب الفلسطيني وسائر الأراضي المحتل والاحتلال. أشكرك شكر جزيل. كنت معنا مباشرة السيد مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني من رام الله. شكرا جزيلا لحضرتك.